بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبدأ سلسلة محاضرات شرح مادة الفيزياء لطلاب كلية الهندسة. طبعا في الفيرست سمستر راح نتكلم عن الانرجي and it is conservation، راح نتكلم عن السمبل هارمونيك موشن وعن الويف موشن. في اليونت الأول راح نتكلم عن الانرجي والورك والباور والجرافيتيشنال انرجي، جرافيتيشنال بوتيشنال انرجي والكينيتيك انرجي. في البداية نعرف الفيزيكس. الفيزيكس is a scientific discipline that seeks to construct and experimentally test theories of the physical universe. يعني مجال علمي يسعى إلى بناء واختبار نظريات الكون المادي بشكل تجريبي. These theories vary in their scope and can be organized into several distinct branches. يعني هذه النظريات تختلف في نطاقها ويمكن تنظيمها في عدة فروع متميزة. للstandards of length, mass and time، الوحدات القياسية. طبعا احنا نعرف انه القوانين الفيزياء هي عبارة عن علاقات رياضية، وبالتالي راح نحتاج الى وحدات لقياس هذه الكميات. في نظام الاس اي سيستم، نظام السيستم انترناشونال، عندنا ثلاث وحدات أساسية اللي هي اللينث والماس اند تايم. طبعا اللينث يقاس بوحدة المتر، والماس يقاس بوحدة الكيلوغرام، والتايم يقاس بوحدة السكند. ومن هذه الثلاث الوحدات الأساسية راح نشتق بقية الوحدات لبقية الكميات. طبعا هنالك بعض الوحدات الأساسية الأخرى في نظام الاس اي هي التمبرتشر وتقاس بوحدة الكلفن، والكتريك كيرنت يقاس بوحدة الامبير، وعندنا الليمنس اندنسيتي ويقاس بوحدة الكانديلا اللي هي هنا شدة الضوء، وكذلك الاماونت اوف سبستانس اللي هي كمية المادة وتقاس بوحدة المول. حتى نتكلم اول بداية او اول موضوع راح ناخذه اللي هو الانرجي. احنا نعرف احنا المفهوم الاساسي اللي يربط جميع المجالات المتنوعة ظاهريا الظواهر الطبيعية مثل الميكانيكا والميكانيكا يعني او الميكانيكا والحرارة والصوت والضوء والكهرباء والمغناطيسية والكيمياء وغيرها من هذه الظواهر هو مفهوم الطاقة. ويمكن تقسيم الطاقة الى اشكال محددة جيدا، مثلا الطاقة الميكانيكية، الطاقة الحرارية، الطاقة الكهربائية، الطاقة الكيميائية، وكذلك عندنا الطاقة الذرية. في اي عملية تحدث في الطبيعة يمكن تحويل الطاقة من شكل الى اخر. وتاريخ التكنولوجيا هو احد من عملية مستمرة لتحويل نوع الطاقة من نوع طاقة الى اخر. ومثال على ذلك مثلا المصباح الكهربائي والمولد والمحرك والميكروفون ومكبرات الصوت، كلها امثلة من امثلة تحويل الطاقة من نوع الى اخر. فاذا اردنا ان نعرف الانرجي ممكن نعرفها بانها can be defined as the ability of body or system of bodies to perform a work. يعني يمكن نعرفها بانها قدرة الجسم او مجموعة من الاجسام او نظام من الاجسام to perform work، لانجاز الشغل. حتى ان نصف الطاقة بشكل جيدا in order to describe the energy of a body or a system، حتى نوصف يعني الطاقة بشكل جيد أو بصورة جيدة we must first define the concept of work، لازم نتكلم علما بالبداية عن الشغل اللي هو الورك. فمثلا حتى نتكلم عن work أو نشرح الورك بصورة جيدة، خلينا نأخذ مثال. فنفرض أن هذا الجسم اللي واضح قدامكم بالشكل، هذا الجسم سلطت عليه قوة مقدارها F مثل ما هو واضح، وأدت هذا القوة إلى حركة الجسم من هذا المكان إلى هذا المكان وقطع إزاحة X. وبالتالي إذا أردنا أن نعبر عن الورك رياضيا، فإحنا نعرف أنه الشغل هو يساوي لنا القوة في الإزاحة. طبعا نلاحظ هنا أن هذه القوة هي قوة أفقية، والإزاحة يعني الجسم يتحرك ب يعني قطع إزاحة أفقية موازية للقوة أو باتجاه القوة المسلطة عليه. في حالة كون القوة هي قوة مائلة، فبالتالي احنا نعرف أن هذه القوة المائلة راح تتحلل إلى قوتين أو إلى مركبتين متعامدتين، مركبة باتجاه المحور X نسميها الـ Fx، ومركبة باتجاه محور الواي
اللي هي الأفواه. طبعا القوه اللي تسبب الشغل او القوه اللي تسبب حركه الجسم هي ممكن نقول الاف اكس، لانها تكون باتجاه الحركه، فهذه الاف اكس هي القوه اللي تسبب حركه الجسم من هذا المكان الى هذا المكان. وبالتالي حتى نحسب الشغل لحركه الجسم من هذا الموقع لهذا الموقع، احنا نعرف احنا قانوناتنا الورك يساوي القوه في الازاحه، وبالتالي القوه اللي تسبب الازاحه الافقيه هي الاف اكس، والاف اكس هي الاف في كوساين الثيتا، وبالتالي قانون الشغل راح يكون بهالطريقه هذه، الاف في اكس اللي هي الازاحه اللي قطعها الجسم في كوساين الزيتا، العفو الثيتا اللي هي الزاويه اللي تكون مائله بها القوه. القوه تقاس، او العفو الشغل يقاس بوحده الجول، والجول هو ناتج عن نيوتن في متر. مثل ما نعرف احنا الشغل يساوي لنا القوه في الازاحه، فالقوه تكون مقاسه بوحده نيوتن والازاحه بوحده المتر، فبالتالي النيوتن في متر هي جول. وايضا النيوتن اذا اردنا نحوله للوحدات الاساسيه، النيوتن هو كيلوغرام في متر على الثانيه تربيع، فبالتالي في متر راح يصير كيلوغرام في المتر تربيع على الثانيه تربيع، اي الجول اذا اردنا نعبر عنه بالوحدات الاساسيه، فالجول هو يساوي لنا الكيلوغرام في المتر المربع على الزمن المربع. خلنا ناخذ مثال حتى نتكلم او نفهم كيفيه تطبيق قانون الشغل. هنا مثال الاول، example 1-1، work done in lifting a box، اول الشغل المنجز لرفع صندوق. What is the minimum amount of work that is necessary to lift a 3 kilogram box to a height of 4 meter؟ ومثل ما هو واضح قدامكم في الشكل، يقول ما هي أصغر شغل، ما هو أصغر شغل عفوا ضروري لرفع صندوق مقداره 3 كيلوغرام لارتفاع مقداره 4 متر. هنا نلاحظ أنه الإزاحة هي إزاحة شاقولية، فبالتالي احنا قلنا لازم تكون القوة باتجاه الإزاحة، مثل ما نلاحظ أنه الاف أيضا هي باتجاه الإزاحة. حتى نحسب القوة او حتى نحسب الشغل، احنا لازم نعرف انه مش قد مقدار القوه. هنا القوه اذا اخذنا تحليل فري بودي دايجرام لهذا الجسم، راح نلاحظ انه الوزن راح يكون متجه الى الاسفل، وبالتالي القوه لازم شو تكون عكس اتجاه الوزن، حتى تستطيع هذه القوه رفع الجسم او رفع هذا البوكس الى الاعلى، لازم تكون هذه القوه هي عكس اتجاه الوزن، لان المطلوب هو رفع الجسم الى الاعلى بارتفاع مقداره 4 متر، وبالتالي لازم تكون حسب قوانين الفري بودي دايجرام انه نقول القوه راح تكون مساويه لقوه الوزن المتجهه الى الاسفل ولكن تعاكسه بالاتجاه. فالاف راح تكون مساويه للدبليو اللي هو الوزن، واحنا نعرف ان الوزن هو عباره عن الكتله في التعجيل الارضي، فاذا كان الجسم كتلته 3 كيلوغرام والتعجيل الارضي هو 9.8 متر على الثانيه تربيع، فبالتالي راح تكون قيمه القوه المسلطه على الجسم او الوزن، وزن الجسم المتجه الى الاسفل راح يساوي لنا 29.4 نيوتن، اي انه مثل ما قلنا انه الكيلوغرام في المتر على الثانيه تربيع هو نيوتن. هذه وحدات يعني تحويل نيوتن الى الوحدات القياسيه، او مقدار نيوتن بالوحدات القياسيه هو كيلوغرام في المتر على الثانيه تربيع. فهسه عرفنا انه مقدار القوه المسلطه على الجسم المساويه للوزن هي مقدارها 29.4 نيوتن. هنا بما ان القوه موازيه للازاحه المقطوعه لحركه البلوك، فبالتالي احنا ما نحتاج اي زاويه، او ممكن نعتبر الزاويه اللي الزاويه اللي زاويه العفو ميلان القوه هنا هي صفر، لان هنا مثل ما نلاحظ ان القوه موازيه لمن لحركه الصندوق اللي قطعناه الاحلام، فممكن نقول هنا الزاويه نعتبرها صفر لان القوه غير مائله بزاويه معينه، بينها يعني ماكو اي زاويه بين القوه وبين الحركه بين الازاحه، او ممكن نقول بما انه القوه والازاحه في بنفس الاتجاه
وموازيه للاذا احنا ممكن نعتبر الزاويه صفر او ممكن ما نحتاج الزاويه اصلا، فنقول الدبليو ممكن يساوي الاف في الاكس، او ممكن نقول الاف في الاكس في كوساين الثيتا، وان الثيتا نعتبرها صفر، وبالتالي مقدار القوه هو 29.4 نيوتن، ومقدار الازاحه اللي قطعها او المقدار الازاحه اللي نريد ان يقطعها الجسم هي مقدارها 4 متر. يعني احنا نريد نحسب الشغل اللازم لرفع البلوك من الارض او لرفع الصندوق العفو من الارض الى ازاحه او الى ارتفاع مقدارها 4 متر، فبالتالي نضرب القوه اللي مقدارها 29.4 نيوتن في ال 4 متر، وراح يطلع لنا 117.6 نيوتن في متر، ومثل ما نعرف ان نيوتن في متر هي وحده جول. ناخذ مثال اخ والعفو نطبق القانون حتى نعرف كيفية تطبيق القانون أو الحالات اللي ممكن تواجهنا في حساب الشغل. الإكزامبل الثاني أو إكزامبل واحد اثنين: when the force is not in the same direction as the displacement، يعني عندما تكون القوة ليست في نفس اتجاه الإزاحة. A force of 15 نيوتن، قوة مقدارها 15 نيوتن، acting at an angle of 25 degree، تؤثر بزاوية مقدارها 25 درجة to the horizontal للأفق، is used to pull a box، وتستعمل أو تستخدم لسحب صندوق a distance of 5 متر across a floor، لسحب صندوق مسافة 5 متر على الأرض. How much work is done، ما مقدار الشغل المنجز. تلاحظ هنا هذه القوة اللي مقدارها 15 نيوتن مائلة عن الأفق بمقدار 25 درجة، وهذه القوة سببت حركة الصندوق أو إزاحة الصندوق مسافة مقدارها 5 أمتار مثل ما هو واضح قدامك بالشكل. فبالتالي هنا حتى نحسب الشغل فنطبق قانون الورك. الورك قلنا هو القوة في الإزاحة، بما أن هذه القوة هي قوة مائلة فقلنا راح تتحلل إلى مركبتين، مركبة باتجاه محور الإكس ومركبة باتجاه محور الواي. فالقوة اللي تسبب إزاحة الجسم أو حركة الجسم من هذا الموقع إلى هذا الموقع هي القوة الأفقية، وبالتالي القوة الأفقية هي الأف في كوساين الثيتا، في نضربها في مقدار الإزاحة اللي قطع الجسم، فصير قانون مالته أف في اكس في كوساين الثيتا. القوة مقدارها 15 نيوتن، والإزاحة اللي قطعها الجسم مقدارها 5 متر، نضربها في كوساين الزاوية اللي هي كوساين ال 25 درجة، وبالتالي حصلنا على شغل مقداره 68 نيوتن في متر، وقلنا نيوتن في متر هو 68 جول، نيوتن في متر العفو هو نفس الجول، فبالتالي إذا كتبنا 68 نيوتن في متر أو إذا كتبنا 68 جول نفس الوحدات ما راح تفرق. Example 1-3. Example الثالث يقول: ما هو الwork done to keeping a satellite in orbit، الشغل المنجز لحفظ أو لجبر الساتلايت أو القمر الصناعي أن يبقى في نفس المدار. Find the work done to keep a satellite in a circular orbit about the earth، جد مقدار الشغل المنجز لحفظ القمر الصناعي في يدور في مدار دائري حول الأرض. احنا نعرف انه القمر الصناعي مثل ما وضع عندك بالشكل هو راح يدور في مدار دائري حول الارض، وراح يمتلك جرافيتيشنال فورس، راح يمتلك قوه جاذبيه تاثر على هذا القمر، وتكون هذه القوه عموديه بيرمنديكولار تو ذا اوربت، عموديه المن على الازاحه اللي يقطعها القمر الصناعي. قلنا هذه the displacement of the satellite in its orbit is perpendicular to that gravitational force، أي إن هذه القوة قوة الجاذبية راح تقول عمودية عن اليمين على الإزاحة المقطوعة، وبالتالي إذا كانت القوة عمودية على الإزاحة اللي يتحرك بها الجسم راح تكون الزاوية 90 درجة. وإحنا نعرف إذا طبقنا قانون شغل work الاف في الاكس في كوساين الثيتا، الثيتا هنا 90 فكوساين 90 صفر، وبالتالي راح يكون هنا الشغل المنجز لدوران الساتلايت في مدار دائري حول الارض هو صفر، يعني كوساين 90 صفر، اي هنالك no work is done by gravity on satellite as it moves in its orbit، ليس هنالك شغل منجز على من الجاذبية على القمر الصناعي
ما دام يدور في مدار دائري حول الأرض. أو هذه ممكن نعتبرها ملاحظة بصورة عامة، إنه أينما كانت القوة المسلطة على الجسم عمودية على الإزاحة المقطوعة، راح يكون هنالك الشغل المنجز راح يكون صفر. ناخذ مثال بسيط ايضا يشرح لنا كيفيه تطبيق قوانين القانون العفو الشغل، او حالات مختلفه لتطبيق قانون الشغل. مثلا work done in stopping a car. stopping a car الشغل المنجز لايقاف سياره. stopping a car a force of 3800 نيوتن، قوه مقدارها 3800 نيوتن is applied to a car، سلطت على سياره. to break it to arrest حتى توقف السيارة أو حتى تجعل السيارة في حالة سكون أو راحة، بعد مسافة X مقدارها 135 متر، بعد انقطاع إزاحة مقدارها 135 متر، مثل ما وضع الدك بالشكل. هذه السيارة سلطت عليها قوة مقدارها 3800 نيوتن، فاتحركت إزاحة مقدارها 135 متر وبعدها اتوقفت. فيقول how much work is done in stopping the car، ما هو الشغل المنجز او جنس الشغل العفو الذي انجزه حتى استطعنا ان نوقف هذه السياره بعد ان سلطنا عليها هذه القوة. فاحنا نعرف انه القانون مالتنا الاف راح يساوينا الدبليو، الشغل يساوينا القوة في الإزاحة في كوساين الثيتا. احنا ليش قلنا كوساين الثيتا؟ نلاحظ ان القوة اللي سلطت على السيارة هي بعكس اتجاه الحركة، وبالتالي هذا الشغل المنجز راح يكون هو شغل نيجاتيف، شغل سلبي. فهنا ممكن انه ما نحتاج هنا كوساين ثيتا، وانما نقول انه الشغل المنجز هو شغل سلبي، لانه شغل انجز ضد اتجاه حركة السيارة. ممكن نخلي اشارة سالبة، او ممكن رياضيا نقول ان الزاوية اللي مصنوعة بين القوة وبين الازاحة هي 180 درجة، لان القوة هي باتجاه معاكس لمن؟ لاتجاه الحركة. فبالتالي هذا راح تكون لنا زاوية مستقيمة، وقياس الزاوية المستقيمة هو 180 درجة، وبالتالي كوساين 180 هو سالب واحد، وهذا راح يكون مطابق تماما للي قلناه، واللي هو قلنا انه هنا الشغل هو شغل سلبي، لانه شغل مسلط باتجاه معاكس لاتجاه حركة السيارة. بالتالي لازم يطلع لنا هنا الشغل سالب، او احنا ممكن نضيف له اشاره سالبه بدون استخدام الزاويه اللي مقدارها 180. يعني ممكن نقول راسه انه الشغل يساوي لنا القوه في الازاحه، ويساوي لنا سالب 513 عفوا سالب 3800 في 135، لان اصلا هي القوه باتجاه الاكس السالب، او لانه القوه باتجاه معاكس لاتجاه الحركه. فنقول سالب 3800 في 135 متر راح يطلع لنا سالب 513 في 10 اس 3 جول، او نقول ان الزاويه المصنوعه بين القوه والازاحه اللي قطعتها السياره هي زاويه مستقيمه، وقياس الزاويه المستقيمه هي 180 درجه، وكوساين ال 180 هو سالب، فبالتالي سالب 1 في 135 في 3800 راح يطلع لنا سالب 513 في 10 اس 3 جول، اي ان هنا الشغل هو شغل سالب. اي ممكن ناخذ ملاحظه هنا: in general whenever the force is opposite to the displacement the work will be always negative، الشغل سوف يكون شغل سالب. اينما كانت القوه معاكسه لاتجاه الازاحه فان الشغل راح يكون شغل سالب. بالتالي هذه ثاني ملاحظه حصلناها، ان الشغل، الملاحظه الاولى اذا كان الشغل العفو القوه اذا كانت القوه المسلطه باتجاه عمودي على الإزاحة فإن الزاوية هي 90 درجة، وبالتالي الشغل راح يكون صفر. أما إذا كانت القوة المسلطة باتجاه معاكس لاتجاه الإزاحة فإن الزاوية راح تكون 180 درجة، وبالتالي راح تكون إشارة الشغل هي إشارة سالبة. ناخذ مثال أيضا، مثال 1.5. مثال 1.5 يقول the force acting on a particle varies as shown in figure below. find the work done by the force on the particle as it moves. هنا عندنا
جسم يتحرك مثل ما هو ملاحظ قدامكم على هذا المخطط، اللي يوضح هذا المخطط اللي يوضح لنا العلاقة بين القوة المقاسة بالنيوتن والإزاحة المقاسة بالمتر. فهنا أنا أريد الشغل المنجز، المطلب الأول من x يساوي صفر to x يساوي 8، من المسافة x يساوي صفر إلى x يساوي 8، بينما المطلب الثاني هو من x يساوي 8 إلى x يساوي 10، بينما المطلب الثالث من x يساوي صفر إلى x يساوي 10. إذا واجهنا هذا النوع من المسائل فهنا لازم ننتبه إلى ملاحظة واحدة، إنه هنا الشغل هو يساوي لنا الـ area of a triangle، يعني أو الـ area of figure، يعني يساوي لنا مساحة الشكل الناتج. فإذا كان الشكل هنا مثلث راح يطلع لنا الـ area of a triangle، يعني مساحة المثلث. إذا طلع لنا هنا شكل مستطيل أو مربع راح تكون area of rectangular أو area of square، يعني مساحة المربع أو مساحة المستطيل. أو إذا أعطانا شكل منحني راح يطلع لنا أيضا مساحة هذا الشكل المنحني اللي يطبق قوانين اللي هنا التكامل حتى نوجد المساحة مالته. طبعا هنا نلاحظ ان الشكل الناتج من حركه الجسم او العلاقه الناتجه من حركه الجسم والازاحه هي هنا عباره عن مثلثات، فبالتالي الشغل هو مساحه المثلث. فالمطلب الاول من x يساوي صفر الى x يساوي 8، من x يساوي صفر الى x يساوي 8، هذه الازاحه اللي قطعها الجسم. فنلاحظ هنا قطع مسافه مقدارها 8 متر، وبالتالي اذا طبقنا قانون مساحه المثلث اللي هو نصف القاعده في الارتفاع، فالقاعده هنا مقدارها 8 متر والارتفاع مقدارها هناش قد 6 متر، اذا راح يصير نصف 8 في 6، 8 هي القاعده والارتفاع هنا 6 متر، فنصف 8 في 6 راح يطلع لنا 24 جول او 24 نيوتن في متر. قلنا نيوتن في متر هو نفس التجول. المطلب الثاني من x يساوي 8 إلى x يساوي 10، أيضا هذا الشكل الناتج هو مثلث، فأيضا قانون المثلث أو مساحة المثلث هو نصف القاعدة في الارتفاع. القاعدة من 8 إلى 10 راح يكون عرضها 2 متر، وارتفاع المثلث هنا راح يكون سالب 3، ارتفاع المثلث هو سالب 3، اذا هنا الورك راح يساوي نصف الاثنين في سالب 3 وراح يطلع لنا سالب 3 جول، اي ان الشغل الناتج هنا هو شغل سالب كما هو واضح في الشكل قدامكم. يعني المطلب الثالث from x يساوي لنا 0 to x يساوي لنا 10، يريد مقدار الشغل للازاحه الكليه من الاكس يساوي لنا 0 لمن للاكس يساوي لنا 10. فبالتالي احنا حسبنا الشغل من 0 الى 8 وحسبنا الشغل من 8 الى 10، اذا الشغل من 0 الى 10 راح يساوي لنا الشغل من 0 الى 8 زائد الشغل منين؟ من 8 الى 10. فالشغل الاول اللي هو من 0 الى 8 مقداره 24 جول، والشغل الثاني اللي هو من 8 الى 10 اللي هو مقداره سالب 3 جول. هنا الاشارات مختلفه، فناخذ اشاره العدد الاكبر ونطرح راح يطلع لنا 21 جول مقدار الشغل الكلي لحركه الجسم من x يساوي لنا 0 الى x يساوي لنا 10. بعد ما تكلمنا عن الورك اللي شغل راح ناخذ مصطلح ثاني اللي هو الباور، والباور is defined the time rate of doing a work، يعني المعدل الزمني لإنجاز شغل. تعريف الورك هو معدل الزمني، the time rate of doing work المعدل الزمني لإنجاز الشغل. ورياضيا يعبر عن الباور بأنه الورك done على الزمن، اي الباور احسن لنا الشغل المنجز على من؟ على الزمن. يقاس الباور بوحده الواط، يقاس الباور بوحده الواط، والواط احنا شو يساوي لنا؟ الجول على من؟ على الزمن طبعا. والجول الجول العفو هو نيوتن في متر، اي ان الواط راح شو يساوي لي؟ نيوتن في متر على الزمن. وممكن نعبر ايضا عنه بالوحدات الاساسيه، فاذا كان الجول الواط هو جول على سكند، فالجول هو نيوتن في متر على سكند، ونيوتن هو كيلوغرام في متر على سكند تربيع. اذا هذه هي وحده الواط. طبعا هنالك وحده اكبر من الواط اللي هي الكيلوواط، وكل واحد كيلوواط يساوي لي 1000 واط. وايضا هنالك وحدات اخرى غير الاس اي يونت اللي هي
اليونايتد كاستمر اللي هي تقاس وحده الباوند في الفوت على السكند. ممكن نستخدم هذه الوحدات ايضا او يسمونها البريتش انجينيرنج سيستم اللي هي وحدات الباوند والفوت. فهنا الباور راح يساوي الورك على الزمن مثل ما قلنا، والورك يقاس بوحده الباوند في فوت، والزمن يقاس بوحده السكند، فبالتالي السكند عفوا، فبالتالي الباور راح يكون باوند في فوت على سكند حسب نظام البريتش انجينيرنج سيستم. طبعا ايضا هنالك وحده اخرى لقياس الباور اللي هي الهورس باور اللي نرمزها بالرمز اتش بي. طبعا كل واحد هورس باور يساوي لنا 550 باوند في فوت على الزمن، وكل واحد هورس باور يعادل لنا 745.7 واط. هذه العلاقه مهمه جدا للتحويل من وحدات لاخرى. فاذا اردنا نحول من الهورس باور للنظام البريطاني اللي هو كل واحد هورس باور يساوي لنا 550 باوند في فوت على الزمن، او نحول من الهورس باور لوحده الواط، فالواحد هورس باور يساوي لنا 745.7 واط. في حال طبعا ممكن نشتق قانون ثاني لحساب الباور. احنا نعرف انه الباور يساوي لنا الورك على الزمن، واذا كانت القوة المسلطة على الجسم باتجاه حركة الجسم، وممكن نعوض عن الشغل بالاف في الاكس. واحنا نعرف انه الاكس على الزمن هو عبارة عن سرعة، وبالتالي ممكن ان نشتق قانون ثاني للباور انه نعوض عن الاكس على الزمن بالفي اللي هي السرعة، وبالتالي يصبح قانون الباور هو الاف في في، يعني القوة المسلطة في سرعة الجسم. The power expended by a force F acting on a body that is moving at the velocity V. يعني القوة اللي مسلطة على الجسم اللي تنتج عن هذه القوة حركة مقدارها أو مقدار بسرعة مقدارها V. ناخذ مثال على الباور، مثال 1.6 يقول a person pulls a block. شخص يسحب a block with a force 15 نيوتن بقوة مقدارها 15 نيوتن at an angle of 25 degree بزاوية مقدارها 25 درجة with the horizontal مع الأفق مائلة عن الأفق. If the block is moved 5 متر إذا تحرك هذا البلوك إزاحة مقدارها 5 متر in the horizontal direction إذا تحرك إزاحة مقدارها 5 متر بالاتجاه الأفقي في 5 ثواني. How much power is expended؟ ما مقدار الطاقة أو الباور؟ فيريد مقدار الطاقة المصروفة اللي صرفها الشخص في سحب هذه البلوك. هنا احنا نعرف ان الباور راح يساوي لنا الشغل على زمن، باور اللي هي الطاقة تساوي لنا الشغل المنجز على من على زمن. فبالتالي هنا الباور او العفو الورك راح يساوي لنا القوة في الإزاحة في كوساين الثيتا. ليش استخدمنا هذا القانون؟ لأن القوة اللي مقدارها 15 نيوتن مائلة عن الأفق بزاوية مقدارها 25 درجة، فبالتالي والجسم تحرك أفقيا، فبالتالي راح نستخدم القوة الأفقية لأن القوة موازية لمن؟ لحركة الجسم، اللي يعني القوة الموازية لحركة الجسم هي اللي تسبب ان هذا الإزاحة وليست القوة العمودية. اي قوة عمودية تسلط على إزاحة الجسم، فإذا كانت القوة عمودية على إزاحة الجسم فبالتالي هنا الشغل المنجز راح يكون صفر، وبالتالي الـ FY راح يكون الشغل مالتها صفر، فالشغل ينجز فقط او يتم فقط من خلال القوة الأفقية. فالقوة الأفقية هي الـ F في كوساين الثيتا في الإزاحة اللي قطعها الجسم، راح ينتج لنا الشغل على الزمن اللي استغرق الجسم في الحركة. فمقدار القوة هي 15 نيوتن، ومقدار الإزاحة اللي قطعها الجسم هي 5 متر في كوساين ال 25 على الزمن اللي هو 5 ثواني، طلع لنا 13.6 نيوتن في متر على السكند. وقلنا نيوتن في متر على السكند يمثل لي الواط، أي إن الواط يساوي النيوتن في متر على اليمن على سكند، والنيوتن هو الكيلوغرام في المتر على الثانية تربيع. ممكن نقول هذا الواط راح يساوي لنا الكيلوغرام في المتر تربيع على شنو؟ على الزمن تكعيب.
هذه اذا اردنا نحول الوات الى الوحدات الاساسيه، ففقط نعوض، نقول الوات يساوي نيوتن في متر على سكند، ونيوتن اللي هو كيلوغرام في متر على الثانيه تربيع. ناخذ ايضا مثال اخر، باور تو موف يور كار، الطاقه المستهلكه او المستخدمه لحركه السياره. ان ابلايد فورس، قوه مسلطه مقدارها 5500 نيوتن، كيبس ا كار موفينج، تجعل السياره في حاله حركه، ات 95 كيلومتر بير اور، بسرعه مقدارها 95 كيلومتر بالساعه. هاو ماتش باور از اكسبندد باي ذا كار، قد مقدار الطاقه المصروفه من السياره. بما انه هنا عندنا سرعه، فممكن ان نستخدم القانون الثاني للطاقه. القانون الثاني للطاقه الباور يساوي لنا الاف في الفي، اللي هو ايكويشن 1.4. فمقدار القوة المسلطة هي 5500 نيوتن، ومقدار السرعة هي 95 كيلومتر بالساعة. طبعا هنا لازم نحول الكيلومتر المن للمتر، فكل واحد كيلومتر يعادل قد 1000 متر، وكل ساعة هي 3600 ثانية. فنضرب 95 في 1000 على 3600 حتى تتحول عفوا للمتر على الثانية، أيضا نضربها في 5500 نيوتن حتى نطلع مقدار الباور، فالناتج راح يكون 145 في 10 أس 3 واط، وقلنا الواط هو يعادل نيوتن في متر على السكند. هذه الطلاب هي أمثلة بسيطة استخدمناها فقط لنعرف كيفية تطبيق قوانين مثلا الشغل أو قانون الطاقة. ناخذ ايضا مصطلح جديد او مفهوم جديد، اللي هو Gravitational Potential Energy، الطاقه الكامنه للجاذبيه. فالGravitational Potential Energy is defined as the energy that a body possesses by virtue of its position. يعني يمكن تعريف الطاقة الكامنة للجاذبية بأن الطاقة اللي يمتلكها الجسم استناداً إلى موقعه، استناداً إلى موقعه. فبالتالي إذا باوعنا على الشكل اللي قدامنا، نلاحظ أنه هذا الجسم وزنه إلى الأسفل، وهنالك قوة معاكسة لقوة الوزن راح تحاول رفع الجسم من هذا المكان إلى هذا المكان، أو من هذا الموقع إلى هذا الموقع، إزاحة أو ارتفاع مقداره H. فبالتالي هذا الجسم نتيجة لحركته من هذا الموقع إلى هذا الموقع هو امتلك طاقة كامنة للجاذبية. هذه الطاقة الكامنة يمكن حسابها من خلال المعادلة الآتية، إنه هذه الطاقة الكامنة، الطاقة الكامنة اللي نرمز لها بالرمز PE potential energy، هو ال work done to put a body into position، هي الشغل المنجز لوضع الجسم في موقعه. فأي شغل ينجز لوضع الجسم في موقعه راح يكون مساويا المن للطاقة الكامنة، أي أن هذه الطاقة الكامنة تكون مساوية المن للشغل المنجز، وبالتالي البوتنشال انرجي راح تكون مساوية للورك، والورك هو القوة في الإزاحة، أي الإزاحة اللي تحرك الجسم هنا راح يكون H ارتفاع، فراح تكون الF في الH. ونلاحظ أنه الF هي مساوية المن للW، فبالتالي ممكن نكتب قانون البوتنشال انرجي بهالطريقه هذه، نقول البوتنشال انرجي يساوي ان الكتله في التعجيل، الكتله في التعجيل اللي هي دبليو في اتش، اللي هو الارتفاع اللي قطعه او اللي ارتفع به جسم من موقع الى موقع معين. اذا ممكن نحسب الطاقه الكامنه من خلال القانون الاول، ان البوتنشال انرجي يساوي ان الورك، والورك هو الاف في الاتش او الاف في الاكس، ماكو فرق. او ممكن نقول ان البوتنشال انرجي تساوي ان الام في الجي في الاتش. طبعا هذه الشغل الطاقه الكامنه لحركه الجسم من موقع الى اخر بحسب الوزن، اللي هي الام في الجي، اللي هي العفو تمثل الوزن، الكتله في التعجيل الارضي مقدار الوزن، والاتش هو الارتفاع اللي يتحرك الجسم. فبالتالي البوتنشال انرجي نرمزها بالرمز بي اي تساوي لنا ام في جي في الاتش. عفوا، ناخذ مثال طلاب. مثلا ناخذ هذا المثال اكزامبل 1.8، اماس اوف 1 كيلوغرام، كتله
مقدارها 1 كيلوغرام is arise to a height 1 متر. هذه الكتلة رفعت إلى مقدار إلى موقع ارتفاع 1 متر عليمًا عن الأرض. ف what is the it is potential energy with respect to the flower؟ ما مقدار الطاقة الكامنة نسبة لمن؟ للأرض. يعني هنا رح ناخذ الليفل مالتنا هو مستوى الأرض الأرض، وبالتالي هذا الزيرو ليفل مالتنا، والبلوك أو الكتلة هذه تحركت من هذا المكان ومن هذا الموقع إلى هذا الموقع بارتفاع مقداره 1 متر. بما أن الجسم يتحرك من هذا الموقع إلى هذا الموقع فهنالك شغل منجز، وهذا الشغل المنجز هو راح يتحول إلى طاقة كامنة، والطاقة الكامنة هي مقدار الشغل المنجز لوضع الجسم في المكان الأصلي. فبالتالي الطاقة الكامنة راح تساوي الكتلة في التعجيل في الارتفاع. الكتلة هي 1 كيلوغرام، والتعجيل الأرضي هي 9.8 متر على الثانية تربيع، والارتفاع هو 1 متر، وبالتالي راح تطلع لنا 9.8 جول، أي أن وحدة قياس الطاقة الكامنة هي الجول، مثل ما هو الحال بالنسبة للشغل. أيضا عندنا نوع ثاني من الطاقة اللي هو الطاقة الحركية. ف In addition to have energy by virtue of its position، إضافة لامتلاك الجسم لطاقة استنادا إلى موقعه، فإن البودي can also possesses energy by virtue of its motion. يعني إن الجسم ممكن أن يمتلك طاقة استنادا إلى الحركة، وبالتالي الكينيتيك انرجي يمكن تعريفها بأنه is the energy that a body possesses by virtue of its motion، يعني هي الطاقة اللي يمتلكها الجسم استنادا إلى الحركة. وبالتالي بما أنه هنالك عندنا حركة، يعني وعندنا طاقة يصرفها الجسم للحركة من موقع إلى موقع معين، وبالتالي لازم يجب أن يكون هنالك شغل منجز، أي أن الكينيتيك إنيرجي الطاقة الحركية اللي راح نرمز لها بالرمز KE راح تساوي لي الورك دان تو بوت ا بودي انتو اموشن، هو الشغل المنجز لوضع الجسم في حالة حركة، أو ممكن تكون الطاقة الكامنة هو ماينس ورك دان تو برينج ا بودي تو ستوب، هو سالب الشغل المنجز لوضع الجسم في حالة وقوف. يعني إذا كان الجسم واقف وانجزنا عليه شغل حتى يتحرك فرح نمتلك طاقة حركية موجبة، أو إذا كان الجسم متحرك وانجزنا عليه شغل حتى نوقف هذا الجسم عن الحركة فرح تكون عندنا رح يكون عندنا شغل سالب، وبالتالي رح تكون عندنا طاقة حركية سالبة. قانون الطاقة الحركية قلنا نرمز لها بالرمز KE هو نصف الكتلة في السرعة تربيع، نصف MV تربيع، ووحدة القياس أيضا هي وحدة الجول. هنا أنا رح ناخذ سؤال يقول prove that the work done، اثبت او برهن ان الشغل المنجز on a body على الجسم is equal to the change in the kinetic energy، يعني اثبت انه الشغل المنجز راح يساوي لنا مقدار التغير في الطاقة الحركية. prove that the work done، اثبت ان الشغل المنجز on a body، الشغل المنجز على الجسم is equal to the change in the kinetic energy of the body، يكون مساويا للتغير في الطاقة الحركية لهذا الجسم. يعني أقول لك أثبت إنه W الشغل يساوي مقدار التغير الطاقة الحركية. إحنا نعرف أو راح نبدي من الطرف الأيمن اللي هو الورك. الورك هو القوة في الإزاحة، وحسب قانون نيوتن فإن القوة راح تساوي الكتلة في التعجيل الخطي. إذا عوضنا عن الاف اللي هي القوة حسب قانون نيوتن ان الاف تساوي الكتلة في التعجيل الخطي، فاصبح قانون الشغل هو الكتلة في التعجيل الخطي في الازاحة. وحسب قوانين الحركة الخطية عندما يمتلك او عندما يتحرك الجسم من initial velocity to final velocity، راح القانون مالتنا يقول السرعة النهائية تربيع يساوي لنا السرعة الابتدائية تربيع زائدا 2 في التعجيل الخطي في الإزاحة. إذا نقلنا السرعة الابتدائية للطرف الآخر وقسمنا على 2 راح نحصل على أنه مقدار التعجيل الخطي في الإزاحة يساوي لنا السرعة النهائية تربيع ماينس السرعة الأولى تربيع على 2، وبالتالي نعوض عن الـ AX بالقانون اللي هنا، يعني نعوض عن الـ AX
بهذه العلاقه. راح نحصل على انه الورك يساوي قلنا الام في الاي في الاكس، والاي اكس اللي هو التاجيل الخطي في الازاحه راح نعوض عنه في 1 تربيع ناقص في نوت تربيع على 2. واذا دخلنا الكتله على الاول والثاني راح يصير ام في 1 تربيع على 2 ماينس ام في نوت تربيع على 2، وهذه تمثل لي هذه قانون للطاقه، وهذه القانون ايضا للطاقه. فهذه راح تمثل لي الفاينل كاينتيك انرجي، وراح تمثل لي الانيشال كاينتيك انرجي، اي فاينل كاينتيك انرجي ماينس انيشال كاينتيك انرجي. هذا ايضا هو راح يمثل لي مقدار التغير في الطاقه الحركيه. ناخذ مثال ايضا طلاب، ان انا let the block of figure 1-4 اللي هو هذا الشكل اللي امامكم، هذا الشكل 1-4، جسم اتحرك من هذا الموقع اذا هذا الموقع بفعل قوة افقية موازية لحركة الجسم، فاتحرك هذا الجسم من سرعة ابتدائية مقدارها صفر. فهنا يقول اذا كان هذا الجسم كتلته 2 كيلوغرام وتحرك بسرعه مقدارها 5 متر بالثانيه وقطع ازاحه مقدارها 5 متر، فما مقدار الطاقه الحركيه عندما يصل لمسافه او مقدارها او ازاحه مقدارها 5 متر؟ فاحنا نعرف انه مقدار الطاقه الكامنه راح يساوي نصف في الام في تربيع، يعني في البدايه كان الجسم ساكن فسرعته الاولى كانت صفر، عندما تحرك هذا الجسم بسرعه مقدارها 5 امتار بالثانيه قطع ازاحه مقدارها 5 امتار، فيريد ايش قد الطاقه الحركيه خلال هذه ال 5 امتار؟ احنا نعرف انه الطاقه الحركيه بالبدايه راح تكون صفر، لان الجسم كان ساكن، لكن عندما بدا يتحرك راح يمتلك طاقه حركيه. فيريد ايش قد مقدار الطاقه الحركيه عند هذه الازاحه عند الخمس الامتار اللي قطعها. فبالتالي قانون الطاقه الحركيه راح يساوي نصف في الام في الفي تربيع، مقدار الكتله هو 2 كيلوغرام ومقدار السرعه هو 5 متر على الثانيه الكل تربيع، وبالتالي راح يطلع لنا 25 25 عفوا بالجول، لانه الكيلوغرام في المتر المربع على الثانيه المربع هي وحده لوحده الجول، لانه راح يساوي لنا الكيلوغرام في المتر على الثانيه تربيع هو نيوتن، والنيوتن في متر اللي هو الجول. ناخذ اخر مصطلح تقريبا اللي هو قانون حفظ الطاقه، واللي هو اخر موضوع في الفصل الاول، قانون حفظ الطاقه. فالconservation عفوا of energy قانون حفظ الطاقة. If you added up all energy in a system، إذا وضعت كل الطاقة في نظام in all its forms وبكل أشكال أو بكل أنواع هذه الطاقة، هذا النظام راح يعطينا the total energy الطاقة الكلية اللي نرمزها بالرمز E. Total energy will not change with time، الطاقة الكلية سوف لن تتغير مع الزمن، يعني الطاقة الكلية راح تبقى ثابتة. Energy may be converted from one form to another، الطاقة ممكن تتحول من شكل إلى آخر، يعني ممكن تتحول من طاقة كامنة إلى طاقة حركية، أو من طاقة حركية إلى طاقة كامنة، أو إلى أي نوع من أنواع الطاقة، لكن بالأخير التوتال إنرجي راح تبقى ثابتة ما تتغير ما دام هذا النظام شنو closed، يعني ما دام هذا النظام هو نظام مغلق وليس هنالك فريكشن، ليس هنالك احتكاك، اي ان الشغل الناتج عن الاحتكاك هو صفر. وبالتالي يمكن قانون يمكن كتابه قانون حفظ الطاقه او قانون مبدا الطاقه راح يصبح بانه الطاقه الحركيه زائدا الطاقه الكامنه لازم يساوي لنا صفر، يعني مقدار الطاقه الحركيه زائدا مقدار الطاقه الكامنه لازم يصبح شنو صفر. او ممكن نقول ان الطاقه الحركيه الاولى باضافه الطاقه الكامنه الاولى راح يساوي لنا الطاقه الحركيه الثانيه باضافه الطاقه الكامنه الثانيه، يعني الطاقه الكليه الابتدائيه راح يكون مساويا للطاقه الكليه النهائيه. وقلنا نرمز للاي بالرمز من الطاقه الكليه بالرمز اي، والاي تساوي لنا مثلا الطاقه الكامنه زائد الطاقه الحركيه، وممكن نسميه هذه بالميكانيكال انرجي الطاقه الميكانيكيه، يعني الطاقه الميكانيكيه اللي هي الاي راح تساوي لنا مقدار الطاقه الكامنه باضافه مقدار الطاقه الحركيه باضافه الطاقه الكامنه. اي انه ممكن كتابه
قانون حفظ الطاقة بالشكل التالي: الطاقة الحركية النهائية اللي راح تصير، احنا قلنا الطاقة الكلية النهائية راح تساوي الطاقة الكلية الابتدائية، الطاقة الكلية النهائية اللي تساوي الطاقة الحركية بإضافة الطاقة كاملة. الطاقة الحركية راح تساوي نصف ام في اف تربيع، يعني النصف الكتلة في السرعة النهائية تربيع، زائد الام جي في الاتش يعني الكتلة في التأجيل في الارتفاع النهائي. لازم شي يساوي لنا نصف ام في 1 تربيع، يعني هذا الطاقة الحركية الابتدائية، يعني نصف الكتلة في السرعة الابتدائية، زائد ام جي اتش اي ومقدار الكتلة في التأجيل الارضي في مقدار الارتفاع الابتدائي. حتى نفتهم هذا القانون ناخذ مثال ونطبق هذا القوانين لقوانين حفظ الطاقة اللي أخذناها. مثلا هنا عندنا كرة وزنها 14% كيلوغرام. هذه الكرة رميت إلى الأعلى، is thrown upward، يعني رميت إلى الأعلى بسرعة ابتدائية مقدارها 35 متر بالثانية. إذا عندنا كرة رميناها إلى الأعلى بسرعة مقدارها 35 متر بالثانية، وهذه الكرة هي الوزن مالتها 14% كيلوغرام. فالمطلوب find اولا the total energy of the ball، ايش قد مقدار الطاقة الكلية للكرة. B the maximum height of the ball، ايش قد مقدار الارتفاع النهائي للكرة. والمطلب الاخير C the kinetic energy and velocity of the ball at 30 متر، يعني مقدار الطاقة الحركية وسرعة الكرة بعد ارتفاع 30 متر. نجي مطلب، نجي على المطلب الأول. المطلب الأول يريد مقدار total energy، جد مقدار الطاقة الكلية of the ball، الطاقة الكلية للكرة، جد مقدار الطاقة الكلية للكرة. فبالبداية احنا نعرف انه هنا الطاقة الكلية الانيشال كاينتيك انرجي اوف ذا بول هي يعني الطاقة الكلية هي نفسها الطاقة الابتدائية المن للكاينتيك انرجي. وبالتالي انه وقت الامتلاك الجسم للطاقة الحركية راح تكون الطاقة الكاملة صفر، وبالتالي الاي توتال راح يساوي لنا فقط الكاينتيك انرجي، لان الجسم من يمتلك طاقة حركية في بداية الحركة فمعناها الطاقة الكاملة مالته صفر، اي الاي توتال هنا راح يساوي لنا المقدار الطاقه الحركيه الابتدائيه، وراح يساوي لنا نصف ام في اي تربيع، والكتله هي 0.14 14 كيلوغرام، والسرعه الابتدائيه كانت 35 متر على الثانيه. فبالتالي طلعت مقدار الطاقه الحركيه الابتدائيه 85.8 جول، اللي هي نفسها مقدار الطاقه الكليه. اي هنا الجسم يمتلك فقط طاقه حركيه، ومقدار هذه الطاقه الحركيه هي 85.8 جول. زين، المطلب الثاني يقول the maximum height of the pole، ايش قد اقصى ارتفاع للكره. عندما تصل الكره الى اقصى ارتفاع فاكيد احنا نعرف انه السرعة النهائية راح تكون صفر. من الجسم يوصل الى اقصى ارتفاع اليه راح يتوقف، يعني الكرة من نرميها الى الاعلى، من توصل الى اقصى ارتفاع راح تتوقف، يعني تتحول الطاقة الحركية كلها مباشرة الى طاقة كامنة، وبالتالي الجسم هنا سرعته النهائية راح تكون صفر. فإذا كان سرعته صفر معناها الطاقة الحركية مالته صارت شقد؟ صفر، أي كل الطاقة الحركية تحولت هنا إلى طاقة كامنة. وبالتالي المقدار الطاقة الكلية عندما يصل الجسم إلى أقصى ارتفاع راح يكون مساوي لمن؟ للبوتنشال إنرجي. ليش مساوي فقط الطاقة الكامنة؟ لأنه هنا بهذه النقطة في أعلى ارتفاع الجسم راح يتوقف عن الحركة، وبالتالي الطاقة الحركية مالته راح تكون صفر. اي ان قلنا الاي توتال الطاقه الكليه راح يساوي لنا مقدار البوتنشال انرجي. احنا مقدار الطاقه الكليه عندنا اللي هو 85.8 جول، لان احنا قلنا الطاقه الكليه ما ممكن انه تتغير بمرور الزمن، ممكن تتحول من شكل الى اخر مثل ما شفنا تحولت من طاقه حركيه الى طاقه كامنه، لكن مقدارها بقى شنو؟ مقدارها بقى ثابت، فتحولت الطاقه الحركيه الى طاقه كامنه لكن بقى ثابته اللي هو 85.8 جول. والطاقه الكامنه تساوي ان الكتله اللي هي مقدار 14% كيلوغرام في التعجيل الارضي اللي هو 9.8 في المتر على الثانيه تربيع في الارتفاع. الارتفاع احنا مجهول، ما احنا نريد نحسبه، هو اللي يريد الماكسيمم هايت، يريد اقصى ارتفاع تصل الى الكره. فبالتالي هنا عندنا مجهول واحد هو فقط الارتفاع،
راح نقدر نحسبه من خلال هذه المعادلة، وراح نقول إنه الارتفاع يطلع لنا 62.5 متر. مقدار الارتفاع أو أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة هو 62 متر. المطلب الثالث هو شقد مقدار الطاقة الحركية وسرعة، شقد مقدار الطاقة الحركية والسرعة، سرعة الكرة بعد ما يقطع إزاحة مقدارها 30 متر. إذن عندما يقطع جسم إزاحة مقدارها 30 متر، هنا هذا الجسم راح يكون عنده طاقة كامنة وطاقة حركية. زين، ليش عنده طاقة كامنة وطاقة حركية؟ لأن هذا الجسم يتحرك مسافة، يتحرك بسرعة، فبالتالي يمتلك طاقة حركية وقطع ارتفاع، فبالتالي عنده طاقة كامنة. في بداية الحركة بالمطلب الأول قلنا فقط الجسم يمتلك شنو؟ طاقة حركية، ما يمتلك طاقة كامنة، لأن الجسم بعده شنو؟ ما ارتفع عن الأرض بعده في بداية الحركة. ففي بداية الحركة يعني بعده ما ممتلك ارتفاع، عن ممتلك ارتفاع معين، ما تحرك ارتفاع معين، فبالتالي تكون الطاقة مالته الكاملة صفر، فقط طاقة حركية. في من وصل أقصى ارتفاع تحولت الطاقة الحركية لمن؟ إلى صفر، يعني لأن الجسم توقف عن الحركة وتحولت كلها لمن؟ إلى طاقة كاملة. في المنتصف من بداية الحركة إلى نهاية الحركة، أي نقطة في المنتصف راح يكون الجسم يمتلك طاقة كامنة ويمتلك طاقة حركية. فبالتالي هنا الاي توتال الطاقة الكلية راح تكون مساوية للاي 30 متر، مساوية للطاقة الكلية عند ارتفاع 30 متر، لأن قلنا احنا الطاقة الكلية تبقى ثابتة ما تتغير، فالاي توتال هي نفس الاي 30 متر، هي نفس الطاقة الكلية عند 30 متر. والطاقة الكلية عند 30 متر راح شو تساوي لنا؟ الكاينتيك انرجي على ارتفاع 30 متر زائد البوتنشال انرجي عند ارتفاع 30 متر. وعندنا نعرف احنا هذه مقدارها 85.8 جول، يعني قلنا يبقى ثابت ما تتغير. وبالتالي حتى نحسب الطاقه الحركيه راح ننقل هذه ال 85. عفوا ننقل البوتنشال انرجي للطرف الثاني، راح نحصل ان الكاينتيك انرجي عند ارتفاع 30 متر راح شو يساوي لي؟ الطاقه الكليه ماينس البوتنشال انرجي. الطاقة الكلية اللي هي 85.8 جول، والطاقة الكامنة هي الام في الجي في الاتش، الكتلة 0.14 والتعجيل الارضي هي 9.8 والارتفاع هو مطنيا كان عليه الطاقة الحركية على ارتفاع 30 متر، اي ان الاتش 30 متر. فراح نحصل على انه مقدار الطاقة الحركية على ارتفاع 30 متر هي 44.6 جول. واضافة انه لحساب الطاقة الحركية هو راح عندنا حساب السرعة، فهذه بعد ما حسبنا الطاقة الحركية نقدر نحسب السرعة، لأن الطاقة الحركية عند ارتفاع 30 متر هي نصف الام في الفي تربيع، فبالتالي الطاقة الحركية 44.6 والكتلة هي 0.14، فهنا السرعة عند 30 متر راح يساوي لي أن نضرب الاثنين في 44.6 بعدين ناخذ الجذر التربيعي راح نحصل أن السرعة هي 25.2 متر الثانية. فهذا مثال لقانون حفظ الطاقة المختصر المفيد مالته، انه في بداية الحركة كان الجسم يمتلك فقط طاقة حركية ولا يمتلك طاقة كاملة، لانه الجسم شرع بالحركة، وبالتالي هنا ما كان عنده طاقة كاملة لانه الجسم بعد ما ارتفع عن سطح الارض ما يمتلك gravitational potential energy، يعني بعد ما ارتفع عن الارض في بداية الحركة. لكن من يصل الجسم الى اقصى ازاحة هنا الطاقة الحركية تتحول من الى طاقة كاملة. ليش؟ لانه الجسم عند اقصى ارتفاع سرعته راح تكون صفر، لانه راح تتوقف الكرة وبعدين تبدأ بالنزول، فبالتالي لحظة توقف الكرة راح تكون الطاقة الحركية صفر والطاقة الكاملة هي نفسها الطاقة الكلية. في البداية كانت الطاقة الحركية هي نفسها الطاقة الكلية، في أقصى ارتفاع راح تكون الطاقة الكلية هي نفسها الطاقة الكاملة. في المنتصف بين أي نقطة في يعني في المنتصف بين هذين النقطتين الجسم راح يمتلك طاقة كاملة وطاقة حركية. الطاقة الكلية راح تكون ثابتة على طول مسار هذه الحركة. طبعا طلاب هنا عندنا بعض المسائل، راح اترك هذه المسائل على المحاضرة الثانية. شكرا لإصغائكم، اتمنى ان اكون قد وفقت في شرح المادة لكم، مع تحياتي للجميع.